مساء الخير عن جديد. طبعا كلنا بنعرف انه بعصر الكورونا قل في الاختلاط وصرنا مندور على حلول بديله، ولهذا السبب وجدت منظومة الأونلاين ليلبوا رغبة الناس يلي بيدوروا على أخصائيين ودكاترة يساعدوهم بخسارة الوزن أونلاين وليحمون من الوقوع بفخ الإعلانات التجارية والوهمية مثل الكبسولة الحارقة والدواء التحليل. اليوم رح نحكي مفصلاً عن منظومة أونلاين ونعرف كيف بتساعدنا بإنقاص وزننا والحصول على نمط حياة صحية. كل هاي المعلومات وأكثر رح تقدم لنا إياها الدكتورة ديما زهران، أخصائية التغذية العلاجية والجلدية. دكتورة ديما مساء الخير، أهلا وسهلا فيكي، شرفتينا ومنورتينا. واليوم عم نحكي عن موضوع مهم جدا لكل الاشخاص اللي هن فعلا بحاجه لانقاص وزنهم او لا بيسعوا على حصول على نمط حياه صحي وما بيحبوا انه يختلطوا، فمنظومه اونلاين قدرت تعطيهم هي الحلول. خبرينا اكثر عن هي المنظومه وكيف بتساعد الاشخاص بانقاص وزنهم. مبدئيا احنا ابتدينا منظومه الاونلاين عشان نساعد الناس فتره كورونا اللي مش عايزين يختلطوا بالناس او يحصل لهم يقعدوا فترات طويله في العياده، فقلنا نبتدي نساعدهم. طبعا بيقعدوا في البيت، ناكل اكل كتير، سرعه الحرق بتبقى اقل، ابتدينا نزيد في الوزن، وبقى عندنا مرض السمنه بقى عالي جدا سواء للاطفال او للناس الكبار وبيأثر على صحتنا. فبالتالي ابتدينا ان احنا نعمل منظومه اونلاين متاسسه من دكاتره كتير متخصصين، بنقدر نساعد الناس عن طريق ان هم نكلمهم عن طريق التليفون، نقدر نحدد حالتهم، نقدر نحدد لهم النظام الغذائي، النظام العلاجي اللي يناسبهم. بس هي الفكره كلها ان هم يتجهوا للمنظومه الصح او الاونلاين، يبقى متخصصين في دكاتره، ما يبقاش اكتر تجاري ان احنا نبيع دواء، لانه في ناس بقت فاكره ان هي مجرد ان هي تاخد الدواء هتخس وخلاص. لا وهي بالعكس. وهي النقطه اللي بدي اسالك عليها دكتوره، انه فعلا الشيء اللي بيميز منظومة أونلاين إنه كل اللي بيشتغلوا فيها هن دكاترة وأخصائيين، يعني نحن عم نرجع لمصادر موثوقة قدرانة تعطينا معلومة صحيحة تفيدنا ما قدرنا. ولكن كتير أشخاص ممكن يقعوا بفخ الأونلاين والإعلانات التجارية الموجودة على السوشيال ميديا، كيف نحن كمتابعين أو كأشخاص بدنا نعرف المكان اللي ممكن نوثق فيه إن كان كلينك ولا دكتور من الأشياء الوهمية الثانية؟ مبدئيا لازم نبقى عارفين ان منظومه اونلاين هو اصلا بيبقى يعني زي ما قلنا دكاتره متخصصه اوريدي ليهم مكان عياده خلاص، فاحنا هم لو عايزين نلجا لهم هيبقى ليهم عنوان، ليهم ارقام تليفونات بنرد عليها على طول. تلاقي ان هو حتى لو بيتابعك عن طريق النظام الغذائي النظام العلاجي بيبقى طول الاسبوع، مش مجرد ان هو يديكي الدواء من غير ما يحدد لك او يحدد حالتك ايه هي خلاص. ما بتبقاش منظومة عامة لكل الناس، الأطفال ليهم حاجة، السن المراهقة ليهم حاجة، لو بتعاني من مرض مزمن بقدر أحدد أقدر أديكي دواء إيه، لكن مش أي حد يتصل هتاخدي نفس النظام العلاجي نفس النظام الغذائي، وما فيش أي تفرقة. لا بالعكس، لازم تبقي حاسة وانت الدكتور بيكلمك إنه بيحدد حالتك، بيقدر يديكي نظام غذائي يخصك انت، نظام علاجي يساعدك انت، يطلعك من السمنه لان انت تكوني اكتر صحه، مش ان هو بيديكي دواء تعتمدي عليه وبعد كده نبتدي نعالج المشاكل اثار الادويه اللي احنا بناخدها. لهيك دائما بناكد لكل المشاهدين اللي عم بيحضرونا انه ما توثقوا على شيء على السوشيال ميديا، وتاكدوا من المصادر اللي انتم عم تتعاملوا معها لحتى تقدروا تاخذوا المعلومه الصح من مصادر موثوقه ومن اهل الاختصاص. طب دكتوره، كل الاشخاص اللي بيعملوا دايت ممكن يتعرضوا لمشاكل خلال فتره الدايت، مثل ممكن انه يثبت وزنهم، مثل ممكن انه الحرق يصير ابطا عندهم، مثل انه ممكن يحسوا بجوع، كيف ممكن تعالجوا هي المشاكل عند الاشخاص يلي ممكن تحصل عندهم اثناء فتره الدايت؟ زي ما قلت لحضرتك الاونلاين بيبقى مجموعه عند دكاتره متخصصه، تمام؟ بقدر لما الحاله بتتصل بيا بقدر احدد ايه نوع المشاكل اللي هي واجهتها، سواء لو عملت دايت قبل كده ولا ما عملتش. طيب ايه بتحس بجوع؟ بقدر اديها حاجه نظام يعني علاجي يقدر يساعدها على سد الشهيه. طب سرعه حرقها بطيئه؟ بقدر عن طريق المعلومات اللي بقدر اخدها منها بقدر احدد لها برده حاجه تزود لها الحرق، او لو عندها مشاكل صحيه بقدر اظبط لها الادويه مع النظام الغذائي او الكالوريز اللي انا بديه لها، فبقدر احدد لها نظام غذائي ونظام علاجي يحل مشاكلها، وفي نفس الوقت ما تحسش بحرمان ولا ان هي تحس ان هي بتعمل دايت. فكره لايف ستايل ان انت تعملي لايف ستايل امبروفمنت،
في الاخر انا بحدد كواليتي وكوانتيتي للكالوريز والكميه اللي هي بتاخدها، تقدر يوم حتى يعني الكيلو اللي هي نزلته ما ترجعوش تاني، وفي نفس الوقت ما تحسش بحرمان ولا ان هي يعني مش قادره ان هي صعوبه ان هي تكمل الدايت. بالعكس ده هي بتبقى حابه ان هي تكمل في الدايت. في ناس كتير بتاخد مثلا للاطفال بيبقى عندهم مشاكل ان هم ياكلوهم ايه في المدرسه، ياكلوهم ايه لما يخرجوا بره، لا بقدر احدد لهم الكالوريز وحبب الطفل في الانظمه اللي هو بياكلها، في نفس الوقت بديله الحاجات اللي هو بيحبها. ممكن اعمل بطاطس بطريقه معينه بس يعني تبقى هيلثي اكتر، فبقدر احدد النظام. يبقى شكلها زي الفرنش فرايز بس تكون بس بدون زيت والحاجات دي، فبتقدر ان هم يكملوا الدايت، يعملوا حاجات يحبوها، ينقصوا في الوزن، خصوصا ان احنا زي ما قلنا قاعدين في البيت كميه الجانك فود والسناكس اللي احنا بناخدها. لا وكميه الابداع بالاكل يعني نحن كلياتنا ما كنا بنعرف نعمل اكل طيب قبل كورونا، اليوتيوب بعد يعني مش عايزه اقول لك ما كان عندنا حل غير انه نحن نعمل اكل لحتى نعبي وقتنا ونتسلى. طب دكتوره اليوم انت مقدمتي لنا اوفر لكل مشاهدين برنامج دكتورز كثير حلو، خبرينا عن هذا الاوفر لحتى كل مشاهدينا يستفادوا منه. احنا عشان مشاهدين دكتورز ان شاء الله اي حد عايز يتابع اونلاين، احنا الشركات عندنا الخاصه اللي هي بتدينا الادويه عامله اوفرز على البشره وعلى الجلد وعلى الشعر وعلى الستريتش ماركس والسيلوليت، حاجات دي نديها هدايا للناس اللي هم متابعين للدكتورز. هيتصلوا بينا يقولوا لنا بس الفريق الطبي ان هم متابعين البرنامج واحنا هنكشف عليهم اونلاين ونديهم الاوفرز الهدايا. الموضوع ده اوفرز لمده يومين ان شاء الله، معناتها بدنا نقول لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا من هون ليومين العرض ساري، كرمال هيك لحقوا انكم تستغلوا هذا العرض وتحصلوا على الاوفر الحلو يلي مقدمت لنا اياه اليوم الدكتوره ديما. طب دكتوره في حال اشخاص حبوا انه يقابلوكي او ياخذوا استشارتك شخصيا، كيف ممكن يتواصلوا معي؟ ان شاء الله احنا عندنا في اللايف ستايل كلينكس خلاص العنوان موجود والارقام العياده الاوفلاين، تمام؟ يقدروا يتواصلوا علينا خلاص، يقدروا يتواصلوا مع الفريق الطبي، وبرضه احنا عاملين لهم اوفرز 50% خصم على الجلسات وان الكشف مجانا لمده اسبوع. طب دكتوره الاشخاص اللي عندهم دهون موضعيه بالجسم، يعني ممكن يكون وزنهم مثالي بس عندهم دهون باماكن مزعجه او عاملت لهم مشاكل، كيف ممكن نساعد هدول الاشخاص بالتخلص من هي الدهون الموضعيه؟ في احنا عندنا في العياده في لايف ستايل كلينك اقوى اجهزه من الجهاز الامريكي اللي بيخلص الدهون الموضعيه من 4 لـ5 جلسات. ده بيعمل ايه؟ بيعمل تكسير للدهون وتجميد وشد الجلد واذابه السيلوليت. ده بنقدر ان احنا نشتغل على الدهون الموضعيه او الدهون المتكتله في اماكن معينه من خلال 4 5 جلسات، بيبقى في تشينج في البادي كونتورنج نفسه، فبالتالي حتى لو هو واصل للوزن المثالي نقدر نعمل ريشيبنج للمناطق دي فحتى تبقى نفسيته احسن. طبعا وحتى هذا الشيء بيوفر عليه جهد بالجيم وبيوفر عليه اتباع نظام غذائي لانه ممكن اجهزه تساعده انه يتخلص من هي الدهون بالاضافه لالتزامه بنظام غذائي معين مشان يحافظ على النتيجه. دكتوره كنتي عم تحكي عن نقطه كثير مهمه وهي النظام الغذائي الصحي للاطفال، وكثير مهم انه نعود اطفالنا من هن الصغار على نظام غذائي صحي. في عنا بلايف ستايل كلينك انظمه غذائيه ممكن تساعد الاطفال اللي عندهم وزن زائد بالتخلص من هذا الوزن الزائد؟ هو للأسف الفترة الأخيرة بقى عندنا مرض السمنة منتشر جدا في الأطفال نتيجة الجانك فود، نتيجة قعدتهم في البيت من المدارس، فابتدوا ياخدوا سناكس كتير، يخشوا على اليوتيوب ويخشوا المطبخ ويخترعوا حاجات كتير. فده احنا برضو هرجع اقولك الطفل على حسب سنه على حسب درجة السمنة اللي هو فيها ايه، تمام؟ بقدر احدد له نظام غذائي كالوريز معينة وبرضو نظام علاجي يساعده على الحرق. فبالعكس احنا ممكن نساعد الاطفال، وفي اطفال كتيره خست معانا كتير جدا وبالعكس بقت صحتها احسن، بقوش حتى لما ينزلوا المدرسه يبقوا مكسوفين مثلا ان هم يجروا او ان هم بينهجوا وهم مش قادرين يلعبوا، كل ده بالعكس احنا اديناهم حاجات ياخدوها معاهم المدرسه، اديتهم نظام غذائي يقدروا ما يبقوش مكسوفين وهم بياكلوا يقول لك لا اصل ما كلش بيضه وكل صاحبي بياكل ما اعرفش، لا بالعكس بديله حاجات هو يحبها في المدرسه ياكلها وبالعكس اصحابهم بقى ياكلوا زيهم. دكتوره كمان من الامور اللي كثير مهمه واللي اكدتي عليها اكثر من مره خلال الفقره انه نحن ما نسمع اي حدا بيقول انا مشيت على هذا النظام الغذائي وخسيت ولا حسيت بفرق فيه فانه انا ارجع اعمل مثله، كل شخص حسب جسمه حسب صحته العامه حسب نسبه الحرق عنده لازم يكون في له نظام غذائي معين يساعده بالحصول على النتيجه اللي بده اياها.
كيف فيني أعرف النظام الغذائي المناسب لإلي أو لأي مريض؟ كيف فيني أعرف إذا هذا النظام مناسب إلي أو لا؟ بصي، ان انت تحددي نظام غذائي بيبقى عن طريق شويه، يعني باخد شويه منك معلومات، سواء انت عملتي دايت قبل كده او لا، طريقه اكلك ازاي، طريقه يومك، بتنامي امتى، بتصحي امتى، بتشتغلي امتى، في شويه اسئله تخص امراض معينه بقدر اسالها لك، بعرف احدد لك عن طريقه النظام الغذائي او الكالوريز اللي تتناسب معاكي. بقدر بحدد لك بعد كده النظام العلاجي، سواء انت بتحسي بالجوع الصبح ولا بالليل، لما انت عملتي دايت قبل كده نزلتي في الوزن قد ايه، هل محتاجين نزود الحرق، هل محتاجين ناخد ادويه تشتغل على اماكن موضعيه معينه. فده بالتالي لما بتتابعي مع الدكتور فاقدر احدد لك الكالوريز اللي تناسبك نفسها والعلاج اللي يناسبك. طب دكتوره، بدنا نرجع لنقطه الاونلاين واللي هي نقطه كثير مهمه وبتساعد كثير اشخاص ان كانوا موجودين داخل مصر او خارج مصر لحتى يقدروا يحصلوا على وزن صحي ومثالي. هل ممكن الأشخاص يحصلوا على النتائج الإيجابية اللي ممكن يحصلوا عليها في حال كانوا عم يتابعوا الدكتور وش لوش وعم بينزل عنده على العيادة؟ يعني نتائج تخصيص أونلاين نفس النتائج اللي ممكن يحصل عليها المريض اللي بينزل على المركز أو العيادة؟ هما نفس النتائج سواء أونلاين أو سواء بيجي العيادة. إحنا بندعم البيشنت أو بندعم المريض يعني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة، ما بنتخلاش عنه، سواء كان اونلاين او سواء ان هم بيجوا لنا العياده. حتى الناس اللي بتجي لنا العياده برضو بتتابعنا اونلاين، سواء بيسالوا حاجات على الواتساب عقبال ما يجوا يوم الزياره بتاعتهم، فاحنا بندعمهم يعني 24 ساعه. او لو غشوا بيوم مثلا ما دقوا وجبه مش مكتوبه في البروجرام، ساعات بيغيروا في الوجبات، او سواء بيبقوا يعني عايزين فري كده في نص الاسبوع فيرجعوا يتصلوا بينا، بس احنا بندعمهم كفريق طبي طول ايام الاسبوع 24 ساعه. فالنتائج سواء اونلاين او اوفلاين هم نفس النتائج ان شاء الله. طب دكتوره، خلينا سريعا نقدم لكل الاشخاص اللي عم بيحضرونا مجموعه من النصائح اللي ممكن تشجعهم على انهم يرجعوا يعملوا دايت، خاصه الاشخاص اللي حاولوا يعملوا دايت اكثر من مره وفشلوا، بصير عندهم احباط انه هن ما عم بيقدروا يلتزموا بالدايت. كيف ممكن نرجع نشجع الاشخاص انه هن يرجعوا يجربوا يعملوا دايت من اول وجديد ويحصلوا على نمط حياه صحي؟ اول حاجه اقدر اشجعهم ان هم لما يحاولوا ان هم يبتدوا دايت لازم يبتدوا مع دكتور متخصص، ما يبتدوش من نفسهم، ما يبتدوش حاجه اونلاين، ما يفكروش ان النظام مثلا اللي انت اتبعتيه ممكن يمشي معايا. لا، كل شخص ليه حالته، مش معنى ان انا مشيت على دايت وما نزلتش لا يبقى انا عملت شويه حاجات غلط. في مثلا ناس بتمشي على مواعيد غلط، في ناس بتشرب ميه قليل، في ناس بتتبع النظام الكيتو، نظام الصيام المتقطع، مش كل حاجه بتمشي للشخص نفسه. دكتوره سريعا، بما انه ذكرتيهم، شو رايك بنظام الكيتو والصيام المتقطع، وخاصه انه عم نشوفهم كثير بالفتره الاخيره كل العالم عم تحاول ان هي تعملهم او تطبقهم؟ هي الفكره كلها ان كل العالم بيتجه لحاجه واحده وكلنا هنمشي عليها. أيوة، وفاكرين احنا كلنا هنمشي على نفس الدايت كلنا هنخس. بالعكس، انا حرقي غير حرقك، غير حرق اختي، غير حرق مامتي، كلنا حرقنا بيبقى ويختلف من شخص لشخص. نظام الكيتو ناجح، ناجح مع بعض الاشخاص، بس مش كلنا نقدر نمشي على الكيتو. بالعكس، في ناس تمشي عليه بتتخن، في ناس لما بتمشي عليه بتثبت على الميزان بعد ما تنزل مثلا 10 كيلو. الصيام المتقطع نفس الشيء. فارجع اقول على كل حسب الحاله اقدر احدد النظام الغذائي اللي يتماشى معايا، وامتى اقدر اغيره، امتى اقدر ابدله. ممكن امشي على الكيتو فتره وبعد كده ارجع على نظام. هي الفكره كلها ان انت تقدري تحددي النظام الغذائي اللي يناسب الحاله نفسها. لهيك كثير مهم انه دائما نستشير اخصائيين ودكاتره ليقدروا يعطونا معلومه صحيحه توصلنا للنتائج اللي نحن بدنا اياها. بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا دكتوره ديما، على كل النصائح والمعلومات يلي قدمتي لنا اياها وعلى العروض الجميله اللي قدمتيها لكل المشاهدين. دكتور زهيك، بس تخلص الحلقه فورا خذوا هاي العروض لحتى تكونوا من الرابحين بهي العروض. شكرا كثير دكتوره، يسعد لي مساكي. ميرسي.